التواصل مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم جاري هنا في هذه الانطلاقات الجميله المميزه. بسم الله على بركه الله وحفظه، ينطلق شوطنا التاسع الذي خصص للابكار. نتمنى التوقيت ما شاء الله صامدا حتى هذه اللحظات مع مشكوره اللي شلت الكاسين ما شاء الله، كاس الناموس وكاس التوقيت الافضل. دقيقتين 12 ثانيه استانينا عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. اذهب الى منذره في المركز الاول، منذره في المركز الاول مسيطره على مقدمه هذا الشوط لمحمد بن اشطيط بن عبيد اشتبي. النقله على المركز الثاني نسيم لمطر بن حمد وخليفه اشتبي، بينما اللي في المركز الثالث طليع علي بن يمع بن سبت السويدي. المركز الرابع مياسه سعيد بن سيف بن حسين العليلي، وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني بنقول مشكوره راشد بن محمد وحسام بن داود. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، هكذا ايها الاخوه كان الصراع الجميل والموفق هنا مع هذا الاداء الجميل والمميز. يا سلام، الله الله، يا هو شوط، الله يا هو شوط، يا هو شوط جميل، يا هو شوط رائع، يا هو شوط مميز يحمل الكثير والكثير في هذا الاداء الجميل. يا سلام يا راعي طليعه، الركض يبغي له طليعه، سبوق والطابور تشعى. يلا يا الغنامي خلنا نكمل القصيدة يا ابو حمد، خلنا نكمل القصيدة. المركز الثاني معارض للهيام محمد الورع العفاري، راعي متعب ايضا حاضر. يا سلام، ولكن الله يا راعي متعب، الله يا راعي متعب مسجلا وصامدا على المركز الاول. غيرت ما شاء الله تبارك الرحمن معارض، معارض معارض ولا معراض عفوا، معراض تهانينا والناموس للهيام بن محمد الورع العفاري. سلام سلام يا العفاري سلام، واسعد الله صباحكم يا اهالي مدينه العين. المركز الثاني طليعه علي بن يمع بن سبت السويدي. المركز الثالث اللي في المركز الثالث هناك بدايه لعلي بن حمود بن ماجد بن حمود. هكذا كانت النتيجه، دقيقتين التوقيت الزمني 19 ثانيه 54 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.